يلا نبدأ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. معكم سعد الحارثي من مطار فرانكفورت الدولي. متواجدين الآن احنا في فرانكفورت، البعثة النصراوية المتجهة لإيطاليا، معسكر مدة 28 يوم، وابتداء من اليوم بنبدأ أول يوم في المعسكر. معانا لاعب نادي النصر القادم من نادي الاتفاق، الحمد لله نمنا زين، بس صراحة يعني والله شو نسوي، شكوى لله. عبد الرحمن عندي والله ثقافة المدينة، ثقافة إيطالية، لما نوصل إيطاليا أسولف معك إيطالي. شعار النصر وأول يوم بنبدأ فيه معسكر، وكلمة تجاه جمهور النصر وش تقول لهم، وش تحب تبي تقول لهم، يعني وش راح تقدم لهم إن شاء الله هالموسم؟ والله يعني في كلام كثير ودي أقوله بصراحة، بس كل فخر بصراحة أني أكون متواجد من ضمن كتيبة نادي النصر، نادي كبير وله يعني اسمه، ومعليش ترى يمكن أنا تعبان الحين ما نجمع في الكلام، بس بصراحة يعني وهذه أغنية ست الحبايب، يا حبيبة يا حبيبة للوالدة الغالية. شكرا. ان شاء الله باذن الله نقدم لهم ان شاء الله كل ما يعني اللي يبغونه ان شاء الله في البطولات ان شاء الله في البطولات الجايه باذن الله، واستعداد في المعسكر هذا ان شاء الله راح يكون يعني نحقق فيه المطلوب باذن الله ان شاء الله. شكرا لك عبد الرحمن على تحت الفرصه. والان معانا ابو ناصر محمد شهراني عودا حميدا. يا ابو ناصر الله يسلمك، ان شاء الله افتقدناك الموسم الماضي، وان شاء الله انك على انا جبته معي ترى. ابو داحم جابه معه مسمسر عليه. ابو حميد ايش تقول جمهورك، جمهور نادي النصر، جمهور الشمس على قولتهم، وش توعدهم ان شاء الله من خلال الموسم؟ الله يعطيك العافيه، ان شاء الله باذن الله يكون موسم استثنائي ان شاء الله الموسم هذا، وان شاء الله نقدم ان زمناء اللاعبين نقدم ان شاء الله موسم استثنائي انا وزملاء اللاعبين، وان شاء الله باذن الله. لا لا بقلطه انت معك سبحه، اسمع بدي قصيده الان الشيطان هذا بجيبه وادور انا اخويا سعد. لا عطنا قصيده يعني شيء تحبه انت، يعني في تحفيز اللاعبين، في تحفيز الهمة زاد. خلنا اني مع بعض الهمة، ما صوتي انا والله تعبان تعرف السفر وزيك. في قصيدة ابو حميد ولا عادي يعني؟ نأجلها. فهد تعال خلنا نروح خلص احنا الكورة انت في الجو. احمد عباس استكفى، جمهور النصر يبغى منك كلمة. قلت الكلمة المنتدى كلمتهم في المطار. لا معني مرة ثانية احنا هنا مطار فرانكفورت. ان شاء الله نعودهم ان شاء الله باستعدادات كبيرة، ان شاء الله الموسم كبير وحافل بانجازات ان شاء الله هذه السنة. كويس. شكرا احمد. السلام عليكم. انا مبارك، كيف الحال؟ بخير الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ان شاء الله. كلمة توجهها لجمهور النصر من خلال المعسكر، واحنا اول يوم ان شاء الله بنوصل اليوم على ايطاليا، وش الشيء اللي تحب تقول لجمهور النصر وتوعده فيهم؟ اول شيء نشكرهم على الحضور اللي حصل اول اسبوع اول يوم، وهذا شيء مو غريب على الجمهور. طبعا حضور محملنا مسؤولية كبيرة، احنا هنا اليوم نبتديها ان شاء الله، راح نعوض الايام اللي قدموها لنا هذه الفترة اللي راحت واللي قبل، ان شاء الله راح نشتغل عليها من الحين، نبني يعني زي ما تقول فريق قوي عشان رجعنا ان شاء الله نقدم لهم نتائج وبطولات ان شاء الله. شكرا احمد. الله يعطيك العافية. تعال حضر امين، كيف الحال؟ حلو والله بخير. بدأ الموسم الماضي مع الفتح الحمد لله. الحمد لله، يعني نشوف المستوى دي هالموسم مع نادي النصر. هي اكيد الواحد يبذل اللي عليه طبعا، وتعرف يعني نادي هو نادي النصر، نحاول ان احنا نبذل او نطلع كل ما عندنا في سبيل نادي النصر. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك.
طيب نروح نتوجه هناك الشباب معانا. تعال اللي كل ما أكل يعني. سعود تعال شوي. أحمد جيزان. أحمد سعود كيف؟ خير الله الحمد. شو الأخبار؟ الحمد لله طيبين إن شاء الله. خير الله الحمد لله على السلامة. الله يسلم. تونا ما وصلنا منورة فرانكفورت. أعجبتك صاحبي والله مره. كيف الموسم هذا سعود؟ وش الشيء اللي تحب تقول جمهور النصر وتوعده فيهم ان شاء الله؟ والله ان شاء الله الموسم هذا طبعا غير ان شاء الله، ونوعدهم بالبطولات لا شك يعني ان شاء الله. بطولات يعني ان شاء الله مساندتهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سعود. عفوا. ابراهيم شل دل راسك. شو الاخبار ابو غالي؟ تمام الحمد لله. كيف الحال؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه بعد انت. الله يسلمك ان شاء الله. وش تقول وتحب توعد الجمهور النصراوي من خلال الموسم؟ ابد يعني كالعاده الجمهور النصراوي ما يحتاج ان يعني الواحد يعني اشكرهم يعني طبعا اشكرهم على وقفتهم معنا، وما يحتاج الواحد ان يدعوهم طبعا هم واقفين مع الفريق على طول. دائما احنا صراحه يعني نوعد وما يعني ما نتوفق في النهايه، لكن ان شاء الله باذن الله السنه هذه ان شاء الله بيوفقنا ان شاء الله حقق المطلوب المامول مننا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك ابو غالي. شكرا لك. تحت الفرصه. الله يسلمك. توفيق ان شاء الله. وياك ان شاء الله. محسن عبد المحسن العسيري. هذا الوجه الشاب جديد تو طالع فريق اول، وش الشيء اللي تحب توعد فيه جمهور النصر عند زملائك اللاعبين في النادي؟ لا خلف يدك ان شاء الله. وش الشيء اللي بتوعد فيه الجمهور؟ وش الشيء اللي تحب تقول الجمهور؟ يعني شفناهم متواجدين في المطار في النادي مأزريننا، الشيء اللي تحب تقول؟ ان شاء الله يعني نوعدهم ان شاء الله ان نحقق في هذه السنه يعني شيء يعني يليق بالفريق النصراوي ان شاء الله، يعني نوعدهم بعد ان الموسم هذا نكون موسم بطولات ان شاء الله. شكرا عبد المحسن. عفوا. شوف عبد الله نزي ولا ما يحتاج؟ حسين ربيع. اوه ابو ربيع. ابو ربيع ما تعرفونه. ابو ربيع انتم ما تعرفون ابو ربيع. خلي الكاميرا معي. ابو ربيع كيف الحال؟ شلونك ابو ربيع؟ وش يعني الشيء اللي تحب توجهه للجمهور النصراوي تقول لهم ان شاء الله من خلال اول يوم في المعسكر ان شاء الله وصولنا ان شاء الله لايطاليا؟ الله وش بسم الله. اوكي شكرا عبد الله. شكرا حسين. ريان بلال شيك يا اخوي بسولف معك. ريان يا اخوي سولف معك اخوي بسولف معك. طيب شيخ النجاح حسين. حسين تكلم بس مو بزيك والله. تعال وجهك كبير انت طالع ابوي. تعال قرب وجهك قرب وجهك. حسين وش الشيء اللي تحب تقول للجمهور؟ معلش هذا كان دعابة. لا لا مو مشكلة. تدري يمون عليك ولا لا حسين؟ اكيد شيء طبيعي. اسلم والله. وش اقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هالمعسكر ان شاء الله بدايه خير ان شاء الله للدوري ان شاء الله، ونقدر نحقق شيء زين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. حسين اسفين على المقاطعه. ايش داوي